بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سميع يا عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا في حيلة، يعني شكلك يحبس أمورك الواضحة المباشرة، يزنو يدور تفكيره إلى ما لا يرجع عليه بخير ولو كان بسيط. عنده ولا كان بكون ما يعملكش في أيمانه الخطلة، سمش شرش سمش مش مقتاش. عندنا احنا معيار إسلامي أن نخدع الناس، على أنفسنا لا حق لنا أن نخدعها، فما بالكم تلصقون بنا مخادع من ليس من أمتي؟ من أين لكم؟ أنتم باطلة، وهذا صنيعكم، وهذا ديدنكم، وهذه عادتكم التي ينقضها الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الخائنين. والسلام على من بعد الخيانة بالتمام والكمال.